ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان مداخل وحبائل، فمن أتبع نفسه هواها فذلك الضال الغافل، ومن توكل على مولاه فذلك الكيس العاقل. نحمده تبارك وتعالى فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقربين الأوائل. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلقه الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونصلي ونسلم على النبي المختار رسول الله طالبي الحنين، وأغرق مهجة الشوق الدفين. مدحتك لا رياء أو نفاقا، وفي من يمدحونك من أكون، على قدري أصوغ لك المديح، ومدحك صاغه ربي صريح. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا؟ يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت، وملائكة الرحمن خلفك سجدا. لا يحصي فضلك كاتب أو ناثر عددا، ولا الشعراء يا غوث الندى. طه صلاة الله مني سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب هب لي من لدنه شفاعة، واجعل كتابك حجة لي ثابتا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أيها الأحبة الكرام، من فقد أباه فقد السند، ومن فقد أمه فقد الحنان كله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اليتيم الذي لا أب له يسانده، والمسكين الذي لا أم تحنو عليه. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ألا يعتمد على أبيه ولا أمه،
وإنما يكون اعتماده على واحد هو الله. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أولها سلام وآخرها رحمة وبركة، فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته مع إمام النبيين وسيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من عز أخاه المسلم في مصاب له طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وقد جئنا جميعا مشاركة في ليلة التكريم لراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه، الذي عاش طيبا ومات طيبا، عاش الحياة بحلوها ومرها وسعادتها ومنغصاتها، كان نعم الأب لأبنائه ونعم الزوج لزوجته، فاضت روحه في أحب الأيام إلى الله. أسأل ربي جل وعلا أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. تكريما لراحل الكريم المرحوم الحاج السيد عبد السلام الأشلان عميد عائلات الأشلان، ومشاركة الحاج عادل الأشلان والأستاذ سلامة الأشلان، ومشاركة أيضا لأبنائه الكرام أستاذ عبد السلام السيد الأشلان، أستاذ ياسر السيد الأشلان، أستاذ مصطفى السيد الأشلان، أستاذ سليمان، أستاذ سلمان السيد الأشلان، الأستاذ عادل السيد الأشلان، ومشاركة أيضا الحاج البلتاجي الأشلان، ومشاركة أسرة المرحوم الحاج عبد الفتاح الأشلان، ومشاركة أيضا الحاج عبد النبي الأشلان، حاج سعد الأشلان، مشاركة الحاج مجدي الأشلان، مشاركة لعموم عائلات الأشلان وأقاربهم وأنسابهم وكل من يمت لهم بصلة، الذين تقدمون إلى حضراتكم بخالص الشكر والتقدير، وإلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البغى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. ولقد شرفت في هذا اللقاء القرآني بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، علم مصر والعالم الإسلامي والعربي، سفير من سفراء القرآن الكريم الذي مثل مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية الأكثر شعبية على مستوى العالم، الذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، القارئ المجيد فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن محمود أبو بريدة. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش مع الإمتاع والاستمتاع، مع دقة الأداء وروعة التلاوة وجمال الصوت. قارئ جعل القرآن الكريم غايته، وتجويد كتاب رب العالمين رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع صوته الجميل عشقوه. ملك المقامات الأكثر شعبية دوليا على مستوى العالم،
الذي جاب اكثر من 43 دولة في العالم الاسلامي، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ المبدع المتقن المجيد، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، ادعوه الان الى منصة التلاوة كي يمتعنا بدقة ادائه وجمال صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا هذا بيان
هذا بيان بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا بيان هذا بيان هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا
أتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من
قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الله يتقبل منهم إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك ربي سبحانك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين والفائزين يا رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، علم مصر والعالم الإسلامي والعربي، كروان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي الأكثر شعبية دوليا على مستوى العالم، الذي جاب أكثر من 43 دولة، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية، الهندسة الكهربائية ومحطات ديزي الكبرى تحت إدارة البشمهندس صلاح أبو رفاعي، مقيم بعزبة نوير مركز صفت تراب بمحافظة الغربية، اشتراك مع مخزن الفراشة الكبرى كبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية، قصر الضيافة المنظم والمرتب عبر جمهورية مصر العربية
عمالقة الفراشة أولاد عجلان، أولاد عجلان والمقيمين بشرشابة مركز زفتة، وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت مهندس السباعي مسعود مقيم بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اشتراك مع الخدمة الفندقية الممتازة المتميزة تحت إدارة المتر المحترم أحمد الشربيني والمقيم بأبو نبهان مركز ميدرم، في ليلة التكريم للراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج السيد عبد السلام الأشلان عميد عائلات الأشلان، تقدم باسم كل من باسم الحاج عادل الأشلان السلامة الأشلان، كما أتقدم باسم أبنائه الكرام باسم الأستاذ عبد السلام السيد الأشلان، أستاذ ياسر السيد الأشلان، أستاذ مصطفى السيد الأشلان، أستاذ سلمان السيد الأشلان، أستاذ عادل السيد الأشلان، كما أتقدم باسم الحاجة البلتاجي الأشلان باسم أسرة المرحوم الحاجة عبد الفتاح الأشلان، باسم الحاجة عبد النبي الأشلان، حاج سعد الأشلان، حاج مجدي الأشلان، باسم عموم عائلات الأشلان أقاربهم وأنسابهم، تقدموا بالأصالة عنهم بخالص الشكر والتقدير لكل القيادات التنفيذية والشعبية، إلى السادة عمد القرى ومشايخ البلاد، وإلى كل من جاء مشاركا واجب العزاء. أخوة الإيمان والإسلام، ومعنا أيضا من أعلام التلاوة